أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه السبيل. في الحقيقة في هالحلقة هي راح نحكي عن الشاعر الفلسطيني المحكوم بالإعدام في المملكة العربية السعودية أشرف فياض، يعني ضحية جديدة من ضحايا الإرهاب الإسلامي السعودي. خلينا نقول في البداية معنا ضيف أحمد حرقان، خلينا نرحب فيه. أهلا وسهلا فيك أخي أحمد. أظن الصوت أهلا 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 جن بيك وأهلا بكل مشاهديك الكرام. أهلا وسهلا فيك أحمد. بس بالبداية بدي أقرأ الخبر بس مشان نكون هيك على دراية بالخبر هذا. أشرف فياض شاعر وكاتب وفنان تشكيلي فلسطيني مقيم في السعودية، ألقي القبض عليه في كانون الثاني يناير 2014 في مدينة أبها جنوب غرب السعودية، وصدر عليه حكم بالسجن 4 سنوات مع الجلد 800 جلدة في نيسان أبريل 2014، ثم تم استئناف الحكم وصدر حكم الاستئناف منذ أيام في 17 من تشرين الثاني نوفمبر بإثبات الردة ونشر الإلحاد وعقوبة الإعدام. بالرغم من أن لا شيء يثير استغرابنا من صدور حكم همجي كهذا، لأننا نعرف حق المعرفة مدى همجية للدين الإسلامي ومدى وحشيته ومدى كمه الأفواه ومدى تمسك السعودية بهذه التعاليم الهمجية. يعني أنا بدي أقرأ الخبر من غير من غير ويب سايت تكون أحسن، يعني هون شوي شوي منحازين. قال آدم كوجل الباحث بمنظمة هيومان رايتس ووتش يوم الجمعة أن محكمة سعودية أصدرت حكما بالإعدام على الشاعر الفلسطيني أشرف فياض بتهمة الترويج للأفكار الحادية وسب الذات الإلهية. واحتجزت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فياض في مدينة أبها في جنوب غرب السعودية عام 2013، ثم أعيد إلقاء القبض عليه وحكم أوائل عام 2014. وبحسب رويترز قال كوجل أن الحكم الصادر في ذلك الوقت كان السجن 4 سنوات وجلد 800 جلدة، لكن بعد الاستئناف أصدر قاضي آخر منذ 3 أيام حكما بالإعدام. وأضافت اطلعت على حيثيات حكم المحكمة الأدنى درجة عام 2014 وعلى حكم آخر بتاريخ 17 نوفمبر، من الواضح جدا أنه صدر عليه الحكم بالإعدام بتهمة الترويج لأفكار الحادية، وأحيلت القضية إلى محكمة استئناف أعادتها إلى محكمة أدنى، حيث شدد القاضي العقوبة في 17 نوفمبر الماضي. وكان فياض قد اعتقل أولا إثر اتهام أحد القراء له بأن ديوانه يحوي أفكار إلحادية، وحين لم تثبت هذه الاتهامات أطلق سراح فياض ليعاد اعتقاله مجددا في يناير 2014، ما دفع عددا من المثقفين والفنانين والنشطاء الحقوقيين السعوديين للتضامن معه، علما بأن الشاعر والفنان الفلسطيني سبق أن نفى لصحيفة الحياة التهمة مشددا على أن ديوانه لا يحمل أي إساءة. وأدانت الشبكة العربية المعلومات حقوق الإنسان في بيان لها أمس الحكم الصادر من المحكمة السعودية، حيث قالت لأننا نرفض محاكم التفتيش في الضمائر ونرفض محاكمة الإنسان على مدى تدينه، فنحن نرفض وندين حكم الإعدام بحق الشاعر والفنان التشكيلي أشرف فياض، فقد أمست حياة الإنسان غير ذات قيمة بين يدي السلطات القائمة على الحكم في المملكة، والتكفير أقرب، والتهم ومحاكم التفتيش وهيئة الأمر بالمعروف أنجع السبل للتخويف من التفكير والإبداع. أشرف فياض شاعر وفنان تشكيلي ابن عائلة فلسطينية تعيش في السعودية منذ 50 عاما، وسبق أن مثل المملكة العربية السعودية في بينالي البندقية بصفته الأمين العام المساعد للجناح السعودي في المعرض، وله نشاطات فنية ومنها معرض تشكيلي في المملكة افتتح بمشاركة جهات رسمية.
وسبق أن تم اعتقال فياض في منتصف 2013 بناء على شكوى تقدم بها مواطن لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، جاء فيها أن فياض يحمل أفكار ضالة مضللة، بيد أنه أخلي سبيله بعد يوم واحد لعدم توفر الأدلة لتعود الهيئة لاعتقاله مجددا في مطلع يناير 2014 وفرض الحظر على زيارته كما منع من توكيل محامي. حتى منع من توكيل محامي. يعني التهمة هي أحمد التحرش بالذات الإلهية، يعني كأن الله امرأة وجه الرجل تحرش فيه. يعني شيء مضحك، أعطيني رأيك أحمد، بدي أسمع رأيك بالتهمة بالذات، يعني تفضل. هو يعني اولا انا بحب بس اقول في المقدمه بسيطه في الحلقه دي عشان خاطر يكون واضحه، يعني مش معنى ان احنا بندافع عن اشرف فياض ان هو بينتمي لينا او ان هو بيحمل نفس الفكر بتاعنا او المنهج بتاعنا، او ان يعني عشان ما يعني ما حدش يستغل مثلا حاجه زي كده ضده مثلا في البلد المملكه العربيه السعوديه. اكيد نحن اصلا أنا بصراحة أنا شخصيا لم أسمع بأشرف فياض إلا بهالخبر هذا بصراحة، يعني أنا لم أكن أعرف أحمد فياض، أدافع عنه لأنه عنده أفكار إلحادية، أنا أدافع عنه كإنسان فقط. تفضل أحمد. يعني هو أنتج عمل أدبي، العمل الأدبي دائما بيبقى فيه خيال وفيه مجاز، بيحتاج لتفسير معين، ممكن يتفسر على أكثر من محمل. يعني قد يكون هو رد فعلا سأل الذات الالهيه المقدسه، وقد يكون ان هو لا وكلام فاهم غلط، دي قضيه ثانيه يعني يحسموها هم مع نفسهم يعني. بس فاحنا كلامنا ده مش دليل على اشرف فياض ان هو اساء فعلا للذات الالهيه. احنا بنسيء طبعا للذات الالهيه بمزاجنا، يعني ده هوايتنا الاساءه للذات الالهيه، احنا مش فاضيين غير لمولانا سبحانه وتعالى، يعني ده دي شغلتنا. لغايه ما طبعا يغور من العقول البشريه المبتلاه به، يعني لان هو اصلا ذات خرافيه اصلا لا وجود لها تماما، شخصيه وهميه. بالنسبه للقضيه بقى بتاعت اشرف، طبعا دي فضيحه جديده جان للنظام ده، النظام السعودي او زي ما انا بحب اسميهم داعش الرياض، لان في عندنا داعش الرقه والموصل وعندنا داعش الرياض اقدم من داعش الثانيه ديت، وجرائمهم كتيره جدا جدا جدا، هم من زمان بيقطعوا رجول الناس واياديهم وبيرجموا الناس لغايه الموت وبيحتقروا المراه ويغلفوها ويحبسوها ويسيئوا لها ابلغ الاساءه، نفس ممارسات داعش، ولكن السعودية بتحظر التصوير الحاجات ديت، وعموما موضوع التصوير في السعودية ليه حساسية جامدة جدا، هم مش عاوزين العالم يشوف ما بيعملوا ايه، فالعالم ما يعرفش ايه اللي بيحصل جوه السعودية. السعودية أسوأ دولة بتضطهد الأقليات في العالم على الإطلاق، أنا عشت معظم حياتي في السعودية، مش بس الأقليات الدينية يعني زي ما بيحصل مع الغير مسلمين أو الناس اللي يثبت عليهم تهمة ردة، لا كمان الأقليات العرقية، السعودية بتعامل الأجانب ولو كانوا مسلمين معاملة سيئة جدا وعاملة عنصرية وحقيرة. عندي نموذج هنا ومثال واحد هيصدم المسلمين. المسلمين بيبكوا على بورما وعلى الأقلية المسلمة في بورما او ماينمار زي ما اسمها، لكن هم المسلمين احيانا يقول لك بورما وماينمار كان هم محنتين مش محنه واحده، هي محنه واحده بس اسمها بورما والبلد كلها على بعضها تحولت لماينمار في الاسم بس، فهي ماينمار حاليا بورما سابقا. الاقليه دي بتعاني في السعوديه اكثر ما بتعاني في بورما. الاقليه دي زي ما احنا عارفين كتير منها هاجر للسعوديه او طبعا بنجلاديش والبلاد المحيطه بيها والهند وكده، بس اللي راحوا بنجلاديش
وان كان حظهم سيء هناك لان بنجلاديش دوله فقيره وهم فقراء، ففقراء رايحين على الفقراء فمش مرحب بيهم، لكن الاقليه البرمويه بتعاني داخل السعوديه اكثر ما بتعاني في بنجلاديش كمان، لان كان في نظام قديم في السعوديه بيقول ان كان في ايام الملك فهد كان منحهم حق الاقامه، وبعد كده جه الملك عبد الله نزع منهم الحق ده، فبقوا اي واحد برماوي يقابلوه او في الشارع يقبضوا عليه ويحطوه في معسكرات اشبه بالمعسكرات النازيه. المفاجاه بقى ان انا دخلت المعسكرات دي في السعوديه، لان انا تعرضت لمشكله مع الكفيل بتاعي قبل ما اجي على طول في 2010 ودخلت الترحيلات دي. فهي معسكرات نازيه يوميا بيحصل فيها فاقد بشري، فانا قابلت البرماويين في المكان ده. اطفال صغيرين احيانا بيتاخدوا من الشارع وهم بيلعبوا ويتحطوا في المعسكرات دي، فيفضلوا سنين بعيد عن عارفين يروحوا يسالوا عليهم، لان لو راحوا يسالوا عليهم هيتمسكوا ويتقبض عليهم ويتحطوا هم كمان في كده لان وضعهم مخالف. بيفضلوا في المعسكرات دي لغايه ما دوله زي بنجلاديش تحن عليهم وتدي لهم حق اللجوء السياسي. ولما ما ياخدش حق اللجوء السياسي بيفضل. انا طفل برماوي في قلب المعتقلات ديت قابلته، فقال لي انا اتمسكت وانا كنت بلعب كوره مع زملائي وما شفتش امي من 3 سنين ومش عارفه تيجي تسال عليا، وكل ذكرياته وكل حياته بقت مرتبطه بالاماكن الاحتجاز ديت، اماكن فيها فاقد جان بشري يوميا من قذارتها، ومن ما فيش جو غير صحي تماما، جو قذر، مئات الناس بيناموا على الارض بدون حتى ما فيش بلاط يناموا عليه، بيناموا على ارض قذره وحمامات قذره وما فيش ميه وحاجه في منتهى السوء. محدش بيصور الكلام ده، واحنا بس شطار نبكي على المسلمين في بورما لان احنا بنجي نصورهم، بس محدش بيصور المعتقلات النازيه السعوديه ديت ولا مراكز الاحتجاز الاقليه البرمويه في السعوديه، محدش عارف الاقليه دي بيحصل لها ايه. مهما حكيت لك جان في عن تفاصيل الموضوع دوت مش هتصدق، مش هقدر اوفي بشاعه الموضوع ده يعني. ما علينا، احنا نرجع تاني لموضوعنا. البلد دي داعش اللي ما فيهاش تصوير، السعوديه داعش اللي ما فيهاش صور، داعش داخل الكبسوله يعني. لكن موضوع زي موضوع اشرف ده بيخلي العالم ياخد فكره، يعني ما هوش بقى رائد بدوي لوحده دلوقتي. رائد بدوي الحكومه السعوديه حكمت عليه بالسجن 10 سنين والجلد 1000 جلده. 1000 جلده واحنا النهارده سنه 2015 جن. بنودع 2015. فالعالم يعني الساسه يعني اللي هم مصرين على ان هم يدعموا السعوديه وان هم يقفوا معاها باعتبارها حليف للغرب يعني مش هيصمدوا كتير قدام بقى صرخات ونداءات المجتمع المدني عندهم اللي هيقول لهم فوقوا بقى، لسه في دوله بتجلد الناس وتقطع اطرافهم وتحكم بالقتل على انسان لمجرد ان هو اساء للذات الالهيه. للاسف يعني للاسف الحكومات الغربيه يعني تقيس بمعايير كثيره يعني في مثل ما قلت بهالزمن 2015 لسه في روس تنقطع بالشوارع وفي ايدين تنقطع وفي عالم تجلد فقط لافكارها يعني للاسف يعني مثل ما سميت داعش الرياض انا حبيت اسميه داعش الحجاز يعني هو بيكون الافضل يعني العنصريه في قمتها بتلاقي طرقات للمسلمين وطرقات لغير المسلمين يعني ما بعرف شلون اوصفها بصراحه يعني بالضبط بصراحه ما بعرف احمد اذا يعني نحن شفنا وهذا الشيء بياكد انه النظام السعودي النظام الاسلامي خلينا نقول يعني كان سعودي ولا غير سعودي يعني تصرف بموريتانيا كمان حكموا بالاعدام على محمد الشيخ لاجل افكاره فممكن هيك تحدثنا يعني في هدول حكموا على شاعر بالاعدام لاجل شعره ومحمد كمان حكم على شعراء بالاعدام اذا هيك يمكن ام طرفه وابن كعب بن الاشرف يمكن امثله اذا هيك توضح لنا اياها لو سمحت تفضل
كان اشرف وغيره، حتى النساء وحتى جواري اعدموا عشان خاطر انشدوا في اشعار بعض اللي ذموا الرسول. هو كان نرجسي ومحدش بيحبش حد ان هو ينتقده ابدا، وانتقاده معناه القتل على طول. ما كانش شخصيه نبيله، هو كان شخصيه خسيسه، شخصيه حقوده جدا، وكان بيحقد على اي حد ينتقده. ما كانش شخص سوي، فضل عن ان هو يكون شخص فوق سوي. يعني مثلا زي نجيب محفوظ مثلا، كان شخصيه فوق سويه. لما جم الاسلاميين المغيبين يغتالوه ويذبحوه، وفعلا طعنوه في رقبته وفعلا وشرعوا في ذبحه واتجرح، سامحهم وقال بالحرف الواحد: جان انا لا احقد عليهم. ولما اعدمتهم السلطات قال: وددت ان هذا لم يحدث، وددت لو يعدموا. ده كان شخصية فوق سوية، نجيب محفوظ. لكن محمد لما كعب هجاء قال: من لي بكعب بن أشرف فإنه آذى الله ورسوله. طبعا جاب الله معاه في السكة كالعادة، وبما إنه آذى الله ورسوله فما افتحش أبدا محمد إلا ما ألقيت رأس كعب بن أشرف فعلا ما بين إيديه، وكانت الوسيلة اللي هم وصلوا بيها لرأسه كانت هي الكذب والغيلة والخداع، لأنه كان راجل قوي وكان راجل عزيز في وسط أصحابه، فما كانش ينفع يغتالوه غير بالكذب والتدليس. محمد بعت له اللي ضحك عليه وقال له: أنا سبت الإسلام، وقعد يشتم في محمد قدامه، واستدرجوه خدوه من حضن مراته اللي كان لسه عريس في بالليل، وقالوا له: تعالى عايزينك في كذا وكذا، وفعلا ذبحوه بطريقة وحشية جدا جدا جدا. فده السعودية بقى ديت بتطبق النهج المحمدي دوت على ما مسمع العالم يعني. لكن يعني خلينا نقول، بما انك انت قلت موريتانيا، طبعا مش كل العالم الإسلامي هو السعودية وموريتانيا. يعني احنا عندنا في مصر ما شاهدناش احكام بالإعدام على الأدباء. طول الوقت كان عندنا مفكرين وأدباء محترمين. حتى ردود أفعال الكتاب المصريين والأدباء المصريين على موضوع حكم بإعدام الفنان أشرف فياض كانت مستاءة جدا. اتحاد كتاب مصر أصدر بيان أعلن فيه إن هو بيرفض الحكم ده، وقال إن الإنسان ما ينفعش إن هو يتحاكم على أي نص أدبي، لأن النصوص الأدبية يعني بيدخل فيها زي ما قلت المجاز وكده، فبالتالي مفيش قرائن بتبقى قوية يعني بحيث إن احنا يترتب عليها حكم، فضلا عن الحكم ده يبقى بالإعدام يعني. كتاب كتير يعني، الشاعر برضو أحمد عبد المعطي حجازي أصدر بيان طالب فيه السعودية بإن هي تلغي الحكم دوت، وقال: لا يمكن الحكم على إنسان بالإعدام لمجرد إنه عبر عن آرائه التي ممكن يختلف يعني. ويوسف القعيد برضو طالب بحملة إعلامية لإنقاذ أشرف فياض، وبرضو الشاعر الكبير أحمد عبد المهدي الحجازي زي ما قلت قال إن هو لا يمكن ابدا ان احنا نحكم على انسان لمجرد ان هو عبر عن رايه. وكثير من الادباء والمفكرين المصريين وغير المصريين يعني اعلنوا رفضهم واستنكارهم للحكم البشع ده. لكن السعوديه عندها بتصم اذانها دايما عن الدعوات دي، وما بتسمعش غير نفسها، وفاكره ان هي ممكن بالفلوس تشتري اي حد. رأيك احنا بنلحق قد ايه ومنظمات المجتمع المدني وحتى مسؤولين اوروبيين زي وزير خارجيه السويد استنكرت اللي بيحصل لرأيك ده، ومع ذلك السعوديه ولا كانها سمعت حاجه. السعوديه بتسمع حاجه زي كده ما بتتكلمش، بتدفع تروح تشوف اللي قال كده، تدفع للي ممكن يسكته. لا ما عرفش تدفع له هو شخصيا، بتدفع للي ممكن يسكته. مجموعه من المتخلفين الرجعيين العنصريين الاغبياء بس معاهم فلوس وعندهم يشتروا بيها العالم كله، بس ده للاسف مش صحيح، او لحسن الحظ مش صحيح، والعالم مش هيسكت تاني على اللي بيحصل في السعوديه ده، والبلد ديت هتتحط من هنا ورايح تحت الميكروسكوب بتاع العالم،
ولان الارهاب اللي بتصدره السعوديه وبتنتجه ما خلاش دوله الا ما عكر فيها الامن والسلم. الاوروبيين دلوقتي بقوا عندهم معرفه بالدوله اللي هي صدرت لهم كل الموت ده وكل العنف ده. المراكز الاسلاميه اللي موجوده في اوروبا اللي بنتها السعوديه بفلوسها حطت تحت الرقابه وهتتقفل كتير منها، وانتهى العصر اللي حكت فيه العالم عن الدوله المجرمه داعش الرياض او داعش الحجاز زي ما انت بتحب تسميها يا جماعه. بكل تاكيد، يعني مثل ما قلت، يعني هي البدايه بصراحه، البدايه لنهايه الهمجه دول. مثل ما قلت للمنظمات الدولية يعني بلشت تحكي، بس لسه مثل ما بقول لسه في فلوس عندهم شوي، فممكن يناوروا كمان يعني. وبالنسبة عندي شوي، عندي رأي خاص هيك شوي بالنسبة لموضوع انه العالم الاسلامي مو موريتانيا والسعودية. يعني مصر صحيح مثلا الدولة النظام، هذا شيء جيد، هذا كثير جيد انه النظام ضد هالممارسات هاي، بس بأرض الواقع بتلاقي بيطلعوا الشيوخ بيكفروا مثلا فرج فوده، يعني مثال حي عنا يعني. فلم تعدمه الدوله، لم يعدمه رسميا، ولكن عدموه شغل عصابات يعني مثل ما بتعرف. بدي ادخل في موضوع مقارنه، بس مثل تبرئه الداعيه السعودي فيحان الغامدي من تهمه اغتصاب ابنته ذات 5 سنوات وقتلها. يعني وقتها سمعنا كلنا الخبر، اغتصب بنته وقتله، ومع ذلك خففوا عليه الحكم وبعدين برأوه. والمفارقه بين اشرف فياض يعني ولا رائف بدوي، يعني تصور الاجرام لوين هون. كلمه بالفكر حكم بالاعدام وجلد، وهون قتل واغتصاب لطفله لا شيء يعني. ففي تعليقك اخي احمد؟ تفضل. الطفلة اغتصبت وقتلت دي حاجة بالنسبة للمجتمع السعودي حاجة عادية جدا. يعني مش غريب أبدا إن تصحى الصبح في السعودية تلاقي ميتة بسبب الاغتصاب أو بسبب أي نوع من أنواع العنف. مش غريبة تسمع عن خادمة أعدمت بطريقة بشعة جدا في البيت، اتقتلت ودفعت ديتها وقاتلتها او قاتلها طليق. لا مش غريب، جرائم ديت واخد عليها جدا المجتمع السعودي، والسعوديه الدوله الوحيده اللي ممكن بالفلوس تتجنب فيها حكم الاعدام، لان الشريعه بتقر حاجه اسمها الديه. والديه ديت لما بتدفع بتلغي تماما حقك، حق القتيل، ولي الدم بيتنازل عنها. فاللي بيحصل ان خادمه جايه بتشتغل عشان خاطر عندها اولاد او عندها اسره في اندونيسيا مثلا محتاجه تصرف عليها، تاخد مرتب ضئيل جدا زي 600 ريال او 700 ريال في الشهر، والمجرمه اللي مستخدماها السعوديه مثلا ساديه ولا مريضه ولا عندها اي حاجه فتعذبها وتقتلها. فيجي القانون يعرض على الاسره او اولياء الدم مبلغ معين، اللي هي مبلغ بيبقى مغري جدا، يبقى هم فقدوا العائل بتاع الاسره بتاعتهم ومش عايزين يفقدوا كل حاجه. يعني بدل ما يجوعوا فبياخدوا الديه ديت ويصرفوا منها او بيعملوا بيها مشروع او اي حاجه، وتبقى القاتله او القاتل حر او طريق في قلب السعوديه. ممكن الخادمه تيجي صاحب البيت يستغلها جنسيا، مراته تغضب عليه تروح جايه مموته له الخادمه. يعني بتحصل جرائم كتير جدا في السعوديه بشكل بشع يوميا، وطبعا دي جرائم كلها مسكوت عنها. الجرائم في حق المراه طبعا ولا في حق الطفل في السعوديه ديت حاجه بالذات المراه والطفل، يعني حقوقهم مهدره تماما. بيحتقروا المراه وما يعرفوش اي حاجه عن حقوق الاطفال، وبالتالي بتمر الجرائم ديت مرور الكرام. بالنسبه لهم طبعا تغلط في الله وتغلط في محمد، دي هي اللي بتستوجب الاعدام وبتستوجب الثوره وبتستوجب كل حاجه، لان ده شعب متخلف زي محمد اللي هم بيقتدوا بيه. هو برضه كان راجل متخلف ومختل يعني. بالضبط، واظن يعني هن عم بيحكموا بمحمد، يعني بصوت محمد عم بيحكموا. بالضبط.
ب 2013 الملك عبد الله اصدر قانون اظن كان ضد الارهاب، فبوقتها بتذكر ساوى الارهاب بالالحاد. يعني كملحد مثلا، انا كملحد سواني بنفس الرجل الداعش اللي يروح يقاتل مثلا بالعراق، بسوريا، بفرنسا، بالجزائر، بليبيا. شو رأيك انت بهالمساواة، خلينا نقول، بين الإلحاد والإرهاب؟ ده نوع من انواع التزوير والتزييف برضه، يعني هم ناس مش بس جهله، لا جهله وكذابين ومراوغين. ايه علاقه الارهاب بالالحاد؟ هل الالحاد بيدعو للعنف او بيدعو للقتل او بيدعو للارهاب؟ هم ناس مراوغين شايفين ان العالم بيحكره الارهاب وعايزين ياخدوا الالحاد في السكه، يعني فبيربطوه بيه وفاكرين ان العالم هيسقف لهم او الناس مغفلين كلهم زيهم. لا، العالم مش مغفل، الدعوه بتاعتكم دي بس بتضحك الناس عليكم يعني، وبتصير طبعا استياءنا احنا الملحدين، الامر اللي بيدفعنا ان احنا نستمر في مسيرتنا بشكل اشد اصرارا يعني. بكل تاكيد. احمد، برايك يعني هلا نحن حكينا شوي على انه موضوع منظمات حقوق الانسان وكيف ممكن يعني نساعد في حالات مثل هيك، مثل حالات أشرف، يعني برأيك يعني كيف ممكن في المستقبل إنه نتجنب هيك حالات إعدام، يعني في حالات إعدام مو شرط بالسعودية بس بغير مناطق كمان؟ أنا بس كنت عايز أقول حاجة قبل ما أنسى، تفضل. بعد إذنك. الشاعر أشرف فياض مولود في السعودية، هو من أصل فلسطيني بس هو مولود في السعودية، مولود في مدينة أبها. أبها دي كانت فيها يعني زمان كان في حاجة اسمها سوق عكاظ. السوق ده كان بيجي الشعراء في الجاهلية أو قبل الإسلام بيقعدوا يقولوا فيه أبيات شعرية وكانوا بيتباهوا بيه يعني. البلد مسقط الشاعر، رأس الشاعر دوت الحاكم عليه في الإعدام، هي البلد اللي بيقام فيها المهرجان اللي هو اللي بيحتفلوا بيه بسوق عكاظ يعني. ديت يعني كوميديا سوداء يعني. بالضبط، يعني مركز المهرجان الشعبي، خلينا الادبي. كنت تسالني عن ايه معلش؟ سؤال في لا انا كنت بدي اسالك على المنظمات الغير حكوميه والحكوميه، يعني خلي السؤال يكون ماذا يجب علينا عمله لتجنب حالات الاعدام في المستقبل، يعني مو بس بالسعوديه، بغير السعوديه حتى، يعني بالعالم الاسلامي عموما، يعني انه الانسان بشان فكره ينحكم بالاعدام، شو بنقدر نساوي نحن كملحدين يعني ببساطة انا وانت واصدقائنا؟ يعني اول حاجه هنعملها ان احنا لا نتوقف، ان احنا نستمر في المسيره بتاعتنا ديت، ونبين لهم ان كل اللي بيحصل ده مش هيردعنا عشان خاطر يبطلوا ارهاب. تاني حاجه ان احنا ندفعهم ثمن اللي هم بيعملوه ده، ان احنا نبدا نفتح المجتمع ده ونبدا نفتح الدوله دي، نبدا نكشف كل اللي هي بتعمله ونتكلم عليه ونوصل صوتنا للعالم ونصرخ لو الامر استدعى الصراخ عشان الناس كلها تسمعنا وتعرف اللي بيحصل في الدوله الاجراميه الارهابيه اللي هي مسماه المملكه العربيه السعوديه، الدوله الوحيده اللي العلم بتاعها عليه سيف، الدوله الارهابيه. ده اللي احنا ممكن نعمله. يعني امثله على كده ان احنا الحلقه اللي احنا بنعملها دي برضه مثال على رد الفعل يعني، او على اللي احنا ممكن نعمله. الفيسبوك ان احنا نعمل نشارك في اي نشاطات وفعاليات تدعم اشرف فياض ورائف بدوي، ان احنا ما ندخلش باي حاجه في سبيل ان احنا نسمع العالم كله وندعم الحملات اللي هي من هنا ورايح هتشتغل على قضيه اشرف فياض. انا بهالحلقه هي يعني تفضل. لا خلصت انا. اوكي، بهالحلقه هي يعني انا حابب اقرا قصيده، وقصيده انا كنت لسه ماني مسجلها يعني، ودعما لاشرف يعني بما انه
الحكم كان بسبب الذات الإلهية، فأنا كاتب قصيدة لإجهر، يعني بدي أقرأها وأهديها لشاعرنا الفلسطيني. انهض يا صاحبي، ماذا تنتظر؟ أعلنها في وجه الإرهاب ثورة، ارفع رأسك إلى الشمس وطريق الحرية كما يفعل الفرسان، اختر اجهر، إن الشمس هذا موعدها، والشمس يا صاحبي في البزوغ لا تتأخر. هذه الثورة ثورتنا، نحن من يصب الزيت على سعير نيرانها، نحن الحمم العاصفة كالبرق من فوهة بركانها. اجهر وثورة العقل فجر، فنحن يا صاحبي ثوارها. اجهر ماذا تنتظر؟ سبقتنا الدنيا وأصبحنا في ذيل الأمم، قتلتنا الخرافة وما عاد ينفعنا الندم. انهض لنلحق بركب الحضارة ونكون جزءا من أعمارها. هذه الثورة ثورتنا، نحن رجال العز فيها، نحن من يرفع راياتها للمجد ويروي العطش من أمطارها. اجهر فنحن جيش لا يقهر، أيقظ الضمير التائه في صدورهم بالحب، أشعل لهم قناديل العلم في الدرب والجهل في عقولهم، والجهل في عقولهم انحر. حطم الأصنام بالقلم، حطم الأصنام بالقلم، فبهمة الشباب وعزيمة الرجال النصر يحضر. اجهر إن ثورتنا لعمري من أحق الحقوق أكبر، من زهر البساتين أطهر، من شروق الشمس أبهر. اجهر وارفع راية الحب في الأعالي، فاليوم يا سمين العقل قد أزهر. اجهر يا ملحد اجهر. هاي قصيدة. جميل جميل جدا، صح لسانك. تسلم تسلم حبيبي. فأخي أحمد، يعني نحن هنا، يعني أنا بصراحة يعني ما راح نتعمق كثير بالموضوع، يعني الموضوع واضح وما بده أي تفاصيل وشيء، يعني ومكرر، دائما مكرر، يعني على طول بنسمع شو أسمي هالمهازل، المهازل بالأحرى بنسمعها بالسعودية، واحد سوى شبكة إبرارية يحكموه بالإعدام، واحد حكى كلمة، واحد قال محمد ما بيمثلني فيحكم بالإعدام. فأبدي منك كلمة بالنهاية، بنهاية الحلقة هاي، شو بتقول؟ أنا بقول إن إحنا هننتصر في النهاية، والعاقبة للمفكرين مش للبطاقين. للمفكرين بالضبط، يعني أنا كمان يعني عاقبة تفضل. العاقبة للمبدعين والمفكرين. خلينا نصبر وأنا احنا واثقين جدا. اليوم قريت هيك منشور على الفيسبوك، بيقول نياله اللي باله فاضي، اللي ما اللي لا يفكر نهائيا، يعني فالذي لا يفكر مرتاح، جد مرتاح. يعني على كل حال أعزائي المشاهدين، يعني يا ريت مثل نحن يعني اللي بيطلع بإيدنا إنه نحكي بس، ونحكي ونسمع صوتنا للناس، فنتمنى منكم حتى أنتم كمان يعني تحكوا وتسمعوا صوتكم للناس وشاركونا يعني بالجهر. يعني الجهر لما بتجهر أنت فبتشجع غيرك يجهر، ولما بتشجع غيرك بيجهر غيرك رح يجهر، وبهيك ممكن نوقف الممارسات الوحشية البربرية اللي يعني مثل ما بقولوا أكل عليها الدهر وشرب، يعني وانتهت بالعصور الوسطى ولسه موجودة عم نحية حد الآن. فبتمنى منكم تجهروا يا شباب، تجهروا معنا
خلونا ايد واحده ونوقف بوجه هالبرابره هالهمج هالوحوش هذول اللي عايشين لسه في عصر من 1400 سنه يطبقون تعاليم واحد انسان سادي وحشي مريض نفسيا اصلا يعني محمد كان. فيا ريت تدعمونا ونحن فيكم نكبر. الكلمه الاخيره لك اخي احمد. انا سعدت جدا بهذا اللقاء جان، وشكرا لك لمجهودك الكبير قوي في حملة إجهر، وشكرا لك عموما لمجهودك في دعم التنوير والحرية وصحة لسانك. تسلم تسلم حبيبي أحمد، وأنا كتير سعيد بجد، يعني أنا فخور بصداقتك وكتير سعيد فيك، وأكيد أنا صحيح قبل ما نختم الحلقة بدك توعدنا بحلقة حشش مع الله. حاضر. بس لا يعني بدنا حشيش جامايكي اصلي. كله موجود في القرآن، افخر انواع الحشيش. حشيش مكي هذا. ماشي يا احمد، معناته اكيد الاسابيع المقبله راح يساوي كمان لقاء عن التحشيش والسيجار والوسكي واللي بدك اياه يعني. اعزائي المشاهدين، شكرا شكرا جزيلا لكم على متابعتكم. نلتقيكم في حلقات قادمة، والحلقة الجاية لا تنسوا يوم السبت أكيد مع دانيال الشاب اللبناني اللي بيساوي برنامج ملحد ومؤمن، راح نشوف يكون معنا لنا لقاء معه. شكرا لكم وشكرا لمتابعتكم، إلى اللقاء.